تيجي نعرض ابرز الحالات. يعني انت برضو اخترت معانا ابرز الحالات اللي انت حابب تتكلم عنها حصلت الموسم. انا جيت اللي جبنا الحالات اللي هي سمعت وبالذات الاخيره يعني سمعت مع الناس وبدات الناس تتكلم عليها يلا يا جماعه نعرضها على طول. نعرض على طول ونبدا الحالات عشان كابتن الجهاد يرجعنا لما حدث ونستفيد، يعني حكامنا يستفيدوا واحنا كمان نستفيد، عشان احيانا في لحظه العصبيه ما حدش بيبقى عايز يسمع، لكن دلوقتي ممكن الناس تسمع. دي طبعا كانت ماتش الاهلي والمصري دور الثمانيه كاس مصر وده هدف تم الغائه وبدا التسلل. بص يا كريم، هو ساعه لمسه الزميل الكره في اتنين لعيبه، واحد موجود في موقف التسلل واللاعب اللي هيلعب الكره مش متسلل. طيب اللاعب اللي موجود في موقف التسلل ده يحاسب امتى او يعاقب امتى؟ اذا لعب الكره هو ما لعبش الكره، لكن دخوله في منطقه اللعب النشط مع الحارس ومع المدافعين النادي الاهلي فعمل تاثير، التأثير ده يعاقب عليه تأثير مباشر. ما هو بالك انا من الناس اللي لما شفت الكوره دي قعدت اقول ايه ده، ازاي تسلل مستحيل، والعادة بقى كذا مره، بس لما انا سمعت وجهه نظرك وايه سليمه لا التأثير وحسن ما نفهم يعني. بص هم في الاتحاد الدولي يعني بيتكلموا على تأثير، بتتكلم في متر مترين صح. منطقه السته ما تكلم ما تفكرش فيها، يعني منطقه السته في الاتحاد الدولي يعني يديك كده يقول لك منطقه السته ما تفكرش كتير في تأثير صح خلاص 100%. لكن بتكلم بره منطقه السته جوه 18 قريبه من الجون، المنظر ده التاثير متر مترين في منطقه اللعب النشط عظيم جدا، وبالتالي يعاقب طبعا اللاعب بوجوده في موقف تسلل وقرار صحيح هاتوا اللي بعدها على طول بقى نجيب اللي بعدها. عايز اقول لك بس في النقطه اللي فاتت دي حاجه كده، وقف هنا بقى. عايز اقول لك النقطه دي في حاجه، في ناس اتكلمت استدعاء الحكم يخرج عشان يشوف اللقطه ديت لان ده تاثير، وقرار المساعد في الملعب لما رفع الرايه حتى لو قراره على اللاعب اللي لعب الكره تسلل فهو قرار تسلل، حكم الفي ار بيراجع اللعبه وقرروا تسلل عشان التداخل مش عشان اللعب اللي لعب الكوره، حتى لو اختلفنا في مين اللي تسلل لكن في الاخر القرار في الاخر تسلل. فكانت ناس بتطالب ان الراجل يخرج يشوف حكم لكن انا بره الحكم الفي ار متفق مع القرار المساعد ان في تسلل فخلاص بغض النظر هو قصده مين. فالناس بس الكلام في يعني لو الحكم المساعد ما كانش رافع تسلل، انا رافع تسلل للحكم المساعد مثلا بيقول له انا رافع تسلل على اللي جاب الجول حلو، لو الحكم المساعد ما كانش اصلا رافع تسلل والفار شافها تسلل، هنا كان ممكن الحكم الساحه يطلع عشان حكم المساعد لازم يطلع لان ده مش حقيقه، ده تدخل مع المنافس وبالتالي لازم يطلع عشان الحكم لازم يتسلل الحكم المساعد. انا بتكلم ان في الاخر ما دام اتفاق في القرار بين الحكم المساعد وحكم الفي ار مش محتاج يخرج يشوفها. هايل ناخد اللقطه دي كمل يلا على طول. بص هو ضربه الجزاء في البدايه عشان الناس اتكلمت في اللقطه دي ان في مسك متبادل. اللحظه اللي ماسك المتبادل ما فيش خطا، يعني انا بشد ايدك وانت بتشد ايدي الماسك ده ما فيش فيه خطا من هنا ومن هنا، احنا سيبنا ايدينا من ايد بعض، الماسك بعد كده الشد اللي حصل ده، وبالتالي الخطا خطا الماسك المتبادل ده ما فيش خطا، انا سبت اهلي والمصري ساب بس مسكت التيشيرت كملت بقى التيشيرت ده اتعاقب عليه وبالتالي الماسك الواضح ده خطا خطا اللاعب، الحكم مالوش ذنب. أيوة. انا كحكم رد فعل صح، فعبد العزيز لما شافها احتسب، على فكره كان موجود في مكان ممتاز صح، شاف الزاويه صح وشاف الرؤيه صح، وحكم الفي ار عمرو الشناوي اكد اللعبه وقرار صحيح. على فكره باللي انت بتقوله دوت كابتن عبد العزيز عمل مباراه عظيمه، هايل، لقطتين في منتهى الصعوبه. لا لا هايل، عمل ماتش عبد العزيز عمل ماتش كويس منتهى الصعوبه، اللقطتين في وقت صعب وفي مباراه جماهيريه صعب وضغوط في الملعب، على فكره بقى غير اللي حد بيشوف بتتفرج على الماتش انا عارف الضغوط في الملعب لما بتحتسب ركله الجزاء في الوقت بدل الضايع للاهلي والمصري غالب واحد وكاس مصر وفريق يخرج، ضغوط غير طبيعيه في الملعب. انا حاجه ما اقول لك بقى اللي بيحسوا في الملعب الضغوط بتبقى عامله ازاي، غير طبيعي اللي هو زي بص انا متخيل اصلا لعبت اهلي ومصر كتير طبعا، ففي حساسيه موجوده في الماتش طبعا، غير بقى ان بتتكلم على نتيجه في اخر الوقت بدل ضايع ونتيجه 1-0 دقيقتين او دقيقه ونص والماتش يخلص مباراه جماهيريه طبعا، خدت بالك لا صعب انا حاسس بيه في الملعب، وكنت بتفرج حتى وانا بتفرج بحلل كنت حاسس بيه جدا يعني. طيب دي مباراه الاهلي والداخليه في دي في الدوري ولا في الكاس؟ دي كانت في الكاس. لا في الكاس دور 16. بنتكلم على معايير، اول حاجه الكره ما خرجتش طبعا، الحكم الفار بيراجع الكره ما خرجتش في الملعب. انا دلوقتي المعيار بالنسبه لنا كلمسه اليد، عشان الكلام ده اتكلمناه في ماتش الزمالك والشباب وكلمناه في ماتش الزمالك والنصر، نفس المعيار. المعيار بالنسبه لنا لمسافه فارقه ولا اللاعب شاف الكره مش شاف الكره، المسافه الفرق بالنسبه لي الايد في وضع طبيعي ولا مش وضع طبيعي، مكبره الجسم وبالتالي الحكم طبعا في الملعب محمد يوسف ما شافش اللقطه دي، الايد لما تخرج بره الجسم بالمنظر ده خدت مساحه وبالتالي المدافع عمل الريسك ده يعاقب عليه لو الكره جت في ايده، وبالتالي لما الكره جت في الايد محمد يوسف لما راح شافها ما خدش ثواني على الفار، فدي اللقطه واضحه وركله جزاء صحيحه تم احتسابها. هايل ناخد اللي بعده خلاص دي اتحسب.
ده عمل حكايه الجول ده جول محمد حسن. انا جبتها طبعا عشان احنا يومها اتكلمنا على اللقطه. اولا محمد حسن مش متسلل. تمام كمل. النسبه بالنسبه لنا ايده ولا رجله؟ اللقطه التلفزيونيه بتقول ان ما جتش في ايده. حلو تمام. حلو. اتكلمنا في اللقطه دي كتير واتخبط لقطه غير طبيعيه. انا اقول لك بقى التفاصيل بقى الكواليس اللي ما حدش يعرفها. يلا تعالى تعالى للكابتن جهاد بقى عشان يقول لك كواليس مهمه. الكواليس في اللقطه اللي حدش يعرفها. اللقطه دي الحكم لما خرج الفار ناس انا استغربت. الراجل عمل شغل روتيني. هو خارج اللعيب قال له جت في ايدي بس مش متعمد. طبعا هي عدم تيجي في ايدك غير متعمد. اللعيب قال له الحكم التفاصيل بقى دي انا عرفتها بعد بس انا بتكلم على لقطه انا حللتها. واللقطه دي لما راح بعتها في الجروب بتاع الفيفا على فكره كله قال جول. محدش اختلف. والكابتن احمد العجوز مدير الكوره لو تفتكر لما انت كنت انا بتكلم على الكلام بقى الخارجي ده. لا لا انت بتقول على الكواليس كمان انه اللاعب نفسه راح للكابتن. انت عرفت من الحكم؟ عرفت من الحكم اللي عرفت من طبعا بتحكي حكام ان الراجل قال له طبعا ده كلام اول مره يتقال. انا اقول لك بقى قال له ان جت في ايدي بس مش قصدي. اللاعب نفسه اعترف للحكم فخلاص. اللقطه تحكيميه اللقطه نفسها اتشافت في كل الدنيا اللقطه دي من غير تفاصيل جول. لا وعلى كلام اللي حضرتك قلته دوت لو الكابتن احمد غندور فهو كان راح شافها كان راح شافها من غير ما اللاعب يقول له كده كان ممكن يحسبها عادي جول. احمد لو من اللاعب ما قالوش كان رجع حسب الجول بالظبط. ما عندوش لقطه تقول ان الكره مش جول مش واضحه يعني او لمسه يد. ما فيش لقطه تقول له ما فيش لقطه موجود عنده تقول ان الكره لمسه بس كده. هو سهلها عليه هو اللاعب اللي خلصها له صح كده. هو راح يادي واجب ان انا اشوفها بس اللاعب قال لي خلاص جت في ايدي معنى جت في ايده خلاص باي شكل من الاشكال بيعاقب عليه صح. عشان كده حتى الناس قالت هو بسرعه ليه الكابتن احمد ما لحقش يبص ليه كذا مره كذا. ده انا سالته نفس السؤال. وانت قلت انت بتتكلم على قرار صعب الغاء هدف. قرار صعب مش سهل. بص كذا ومفيش ولا قاعده واضحه 100%. واللقطه على فكره التحكيميه دي اللي جابها له الفار مش واضحه صح ولا يمكن اغير بقى قرار صح. ولا يمكن تقول لي لمسه يد او مش لمسه يد. بس انت بتقولي ان طاقم التحكيم لما اتقال له من كده من اللاعب نفسه طبعا الحكم مش هيطلع يقول ده بس انا بقول لك لما اتقال له من اللاعب نفسه. كابتن جهاد قال لنا معلومه لاول مره. انا عرفتها بعد الماتش. لما اللاعب قال له كده وخارج لو جت في ايدي بس ما كنتش قاصد هو عارف خلاص ما دام جت في ايده خلاص يعاقب عليه وبالتالي بنتكلم على القرار اللي مش ظاهر في اللقطه انها لمست يد لكن انا بتكلم كلقطه تحكيميه. ايوه عشان ساعتها وقلت لا هي جول. لا ما اللقطه التحكيميه دي طبعا بالفيديو اي فيديو تيست صح هدف صح هدف سليم صح. وانت لو حكم في المباراه واللاعب ما قالكش ورحت شفت الشاشه هترجع للهدف. ولكن لو قال لك هتحسب. لا ما هو خلاص الراجل هو قال لك ان الراجل معترف خلاص هحسب عليه بقى خلصت. ده اللي حصل. ده اللي انت سهلتها لي. لكن الصوره واللقطه دي بعتها انا بعتها عشان برضو اللي حصل فيها لغط كده بعتها للمحاضرين. ما فيش واحد قال لمسه يد. غريبا ان محمد حسن بعد كده نزل بيان والاسماعيلي نزلوا بيان انه ما الحاجات دي كلها اللي تعمل لغط. انت عارف اللقطه الصوره من غير كلام خالص هدف سليم. والضايق انه اللاعب نفسه ما اعترضش لو تفتكر في اللقطه نفسها لما كان لما فاكر انت لما اتكلمنا في القصه دي بمحل اللاعب قلت له دي مش مشكلتي انا ان هو ما اعترضش لا بس دلوقتي انت فسرت ليه ما اعترضش. ما انا عرفت بقى التفاصيل بعد كده خلاص التفاصيل لما اتقالت بعد كده فاحنا بنتكلم في بس الصوره دي كلقطه تحكيميه هي الهدف. عظيم جدا. ناخد اللقطه اللي بعدها عشان كده جبتها النهارده فكانت مهمه اجيبها النهارده. هايل طبعا ده كان هدف الزمالك الاسماعيلي في الزمالك واستمر اللعب طبعا من مرحله البناء. محمد عادل راح شافها وكان في خطا واضح على لاعب الاسماعيلي في نص الملعب كملت دي جول ودي جول ماشي. حكم الفي ار استدعى الحكم وقالوا ان في خطا اللقطه دي ان الراجل خش بالرجل الرجل في الرجل مباشره في خطا موجود على لاعب الاسماعيلي دي مرحله البناء الهجمه فكملت بعد كده ورجع وكمل الاسماعيلي واحرز منها هدف وبالتالي كان لازم يرجع للخطا اللي موجود ده. هو طبعا محمد رجع واحتسب الهدف اصر على احتساب الهدف بس دي تحيه للناس اللي موجوده في الفار اكتر من الكابتن محمد عادل كمان ان هم جابوا اللقطه من الاول خالص. كابتن جاد انا فاهم صح. محمد على فكره ما احتسبش احتساب الهدف يعني محمد اخطا في اللقطه كمان لما خد اللقطه حكم الفي ار عمل دوره بس انا كحكم اصر على الهدف على الهدف بس ده طبعا الفار طبعا لا ما لازم يجيبها انا براجع المرحله البناء لا انا بتكلم ان انا اشيد هنا بالفار انه جابها من الاول خالص لازم لازم دي تعليمات بروتوكول فار بيجيب الاي بي بي بتاعت اللي هي المرحله البناء. ليه تفتكر الكابتن محمد عادل حسبها بعد كده؟ هو ما اقتنعش بالفاول ده واضح. هو ما اقتنعش بالفاول بس واضح. ما هو واضح لا الكره كره خطا وقلنا يومها خطا. هو حكم محترم وحكم كويس. لا حكم الناس الحكام اللي تثق في نزاهتهم كمان طبعا. ده ماتش الزمالك وبروكسي في كاس مصر طبعا ما فيش فار. وليد عبد الرازق من الحكام ده من الماتشات اللي عملت حكايه يعني. لا على فكره وليد عبد الرازق من الحكام الممتازين بس انت كتر لعبك بالفار مخليك بعيد يعني انا ماتش زي ده انا ما بلعبش بالفي ار موجود معايا فانا لازم اقرب لازم اشوف انا كوليد بقى يشوف وليد المسافه البعيده اللي موجود فيها ما يشوفش اللقطه دي
طبعا المسك الواضح وركل الجزاء الصحيحه للبروكسي ما تم يعني ما تمش احتسابها ما فيش فاول عن فار في الدور غريبة ده غريبه الكوره دي ولعبه سهله هو لو قرب كان شافها ولا والفار لا ما فيش فار ما كانش فيه الدور ده ما كانش فيه فار انا جايب عشان اقول لك افكرك هو لا هو بيلعب في الملعب كان فيه فار هو لا خلاص من كتر ايوه صح هو ده اللي هو ده اللي خلاه ما يشوفش كويس يعني انت لو رجعنا اللقطه الاولانيه خالص المسافه بتاع الحكم لو رجعنا اللقطه الحكم المساعد بس كان فين مكانه مكانه هو أوه. هو لو بقى بيلعب من غير فار لازم عندي الارم معايا ان انا بعيد لازم انا اللي اشوف الحكم المساعد هنا ملوش دور المسافه دي صعب يشوفها صعب انت عارف لو جاي من اليمين شويه يقرب منه ممكن ياخد القرار لكن في المسافه دي استحاله يشوفه في المنظر عظيم فدي ركله جزاء ما تمش احتسابها تحس ان الفار خلاص ما بقاش ينفع ما بقاش موجود في اي مباراه في اي مكان خلاص ما بقاش ينفع ولو مباراه وديه لازم نفس الكلام يعني الاعاقه برضو وجود وليد بالمسافه دي ما يقدرش يقرر لكن دي كانت ركله جزاء ثانيه بس دي بقى الحكم المساعد المفروض يشوفها يعني يشك فيها ما يكدهاش يعني المساعد برضو في المكان ده بص يعني انت بتتكلم على رجل في رجل في الارض الشد ممكن يشوفها سهله فوق لكن الرجل في رجل في الارض دي لا يمكن تتاكد منها وبالتالي هو وصول لاعب الزمالك بالمنظر ده كان في احتكاك موجود في الزاويه ورا الجون كمان هتوضحها بصوره اكثر هذه الزاويه اللي بعد كده لو في زاويه ثانيه في زاويه ورا الجون هتوضحها بصوره اكبر رجل جابت الرجل طبعا الاعاقه كانت موجوده على بص على الركبه حتى يعني. بالظبط هي لفوق هي لفوق اي احتكاك بيحصل ده تعمل اعاقه فالاعاقه موجوده وكانت ركله جزاء صحيحه ما تمش حسابها برضه طبعا ماتش كاس مصر واثرت طبعا ركلتين جزاء لفريق بروكسي المجتهد وما اتحسبتش في الماتش وخرج بالاخطاء دي عظيم كاس مصر عظيم فكانت اخطاء كبيره في الماتش يعني زي ما في ايجابيات في سلبيات احنا بنتكلم ان بنجيب ده لده عشان الناس تشوف ان فيها موجود ايجابيات وماتشات كويسه وموجود اخطاء موجوده فده طبيعي جدا على فكره مش لا انت عارف هو الاهم يا كابتن وقف هنا الحاله لحظه معلش الاهم يا كابتن جهاد اللي احنا اللي انا وانت ومعظمنا بيتفق عليه ان الحكام عندنا عندهم نزاهه يعني لا ده 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 مليون المية مليون المية لا التحكيم المصري عارف لما ما حدش يفكر في التحكيم المصري باحد الاحوال ان في حكم مغرض او حكم لا يمكن صح عشان كده واحنا بنتفرج ونقول حالات احنا مش قصدنا انه الحكم ده كده حكم لا قدر الله سيء سوء ولا حاجه احنا بنقول اخطاء يتعلموا منها ويساعدوا بعض على فكره موجود في كل الدوريات بس احنا بنتكلم ايه احنا عايزين نطور عايزين نبقى افضل ده بندور الافضل يعني بالظبط عشان ده ماتش الحكام دايما بيزعلوا ده ماتش الاهلي والزمالك انا جبت اللقطه دي عشان انا اتكلمت في ماتش النصر السعودي كان نفس اللقطه الامتداد الايد بتاع ديانج دي في جنب او ظهر لاعب نادي الزمالك الايد الممتده دي اللي زق بها زيزو طبعا البنا ما كان قريب ما شافش الامتداد ده زي برده رضوان جيد في ماتش النصر ما شافش الامتداد بتاع الايد بتاع لاعب النصر الايد لما تمتد بالمنظر ده في الجنب كملت المنظر ده ده دفع واضح حكم الفي ار استدعاه وراح شافها البنا ما خدش برضه على الفار ثواني ورجع احتسب ركله جزاء صحيحه. كانت نفس اللقطه دي لفتوح في ماتش النصر في البطوله العربيه. الايد الممتده دي تحاسب عليها. دي ضربه جزاء. دي ركله جزاء وتم احتسابها البنا ما حسبهاش لا قرب المسافه على فكره يا كريم مش احيانا بتبقى مش ميزه. قرب المسافه ما تشوفش كويس، التفاصيل دي ما تشوفهاش. دي نقطة فلما يروح يشوفها في الفار رجع حسب وركله جزاء صحيحه. عظيم. ده ماتش الاهلي ومنتخب السويس في الكاس الكلام طبعا اللقطه اللي اثرت جدل كبير التسلل من ركله مرمى طبعا اللقطه اللي كان كلام كتير في الماتش ده مفيش تسلل من ركله مرمى مباشره اللاعب اللي طبعا اللي بيستلم الكوره من ركله مرمى مباشره مفيش تسلل ده اصلا ده طبيعي ده موجود انت 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 في حاجات كده تستلم منها الكوره مفيش فيها تسلل ركله مرمى رمي التماس ركله ركنيه دي الحاجات اللي بتضايق ما ده قانون دي الحاجات بقى اللي بتزعل من فانت لازم تبقى هو على فكره هو الحكم المساعد على فكره الحكم المساعد واعد صاعد القصه مش قصه ان هو مش فاهم مش عارف هو مش مركز في اللقطه دي بس هو طبعا معروف ان ركله المرمى مفيش فيها تسلل وبالتالي كان خطا والناس اتكلمت فيها كتير اللعبه دي ده ماتش الاهلي والزمالك دي فيها حاجه الكره دي ده بيتكلم احنا كنا الهدف سليم ما كانش فيه تسلل والمساعد احنا جبنا مساعد اخطا وفي مساعد برده مركز والكره دي ما كانتش ركله مرمى كانت ركله حره وبالتالي عادي ما فيش حاجه والراجل كان متغطي وما فيش خطا موجود هنا قبل في الاي بي بي بتاعتنا ما فيش خطا مع لاعب النادي الاهلي حسين كمل وهدف صحيح احنا بنتكلم ان زي ما فيه ممكن حكم مساعد يخطئ
فعندنا برضو حكم مساعد مركز ولقطه جايه من بعيد. انا ما عنديش مشكله في الخطا التقدير يا كابتن، انا عندي مشكله بيبقى في خطا في القانون. لا ما هو هو ساعتها عدم تركيز بس يعني، كان ساعتها عدم تركيز من المساعد يعني. لكن المساعد على فكره المساعدين الهايلين عملوا ماتش كويس يومها طبعا. بس كان خطا، ده هو الخطا بتاعه. دي طيب. ركله جزاء تم احتسابها للمصري. الرجل الممتده بالمنظر ده واعاقه واضحه، والحكم موجود في مكان ممتاز. لما تبقى زاويه رؤيه واضحه المكان تاخد منه قرار. يعني انت خدت مكان مميز زاويه رؤيه كويسه تاخد القرار صح، وركله جزاء صحيحه تم احتسابها. الميزه يا كريم في ركلات الجزاء دي لما حكم يحتسب في الملعب، ايوه حتى معاك الفار بس حاول انت كحكم تجتهد وتوصل ان انت تحتسب في الملعب والفار ياكد قرارك. هو ده المطلوب في التحكيم، مش الفار معناه ان انت تكسل او ما تاخدش قرارك، لا انت اشتغل معاك. اي نعم في الفار موجود لو لا قدر الله ما شفتش وفي في لقطات صعبه على العامل البشري يشوفها، وبالتالي ساعتها هيتدخل الفار. لكن طول الوقت تعليمات انت اشتغل شغلك العادي، خد قرارك في الملعب وبعد كده الفار يراجع على قرارك عشان في الاخر يبقى في تماس في التحكيم. طيب.